رح نبلش معكم فورا بأولى فقراتنا، وخلونا نكون صريحين وواضحين. معظم وجع الراس ببيئات العمل أو حتى بالتجمعات البشرية بيجي من وراء القيل والقال ونقل الحكي، وتحديدا بالشغل. يعني هاي العصفورة أو بسموها بالدول الأجنبية الرات، هذا اللي بيروح بينقل حكي من مكان لمكان وبيوشوش وبيفسد، وبيقعد هو كتير مسالم كتير حباب قاعد ببيئة العمل، هو ما عم يعمل شيء بس بقى شو عم يسجل. إذا ما عم يسجل بورقة وقلم، عم يسجل هون وهون لحتى يحكي هون لاحقاً للمسؤول عنه بمكان عمله. تماماً يا ورد، قديش دول الأشخاص موجودين فعلاً، ولكن هيك الاستغراب دائماً من البيئة المحيطة يلي عاش فيها هذا الشخص يلي خلته يكون بهذا المطرح. غير أنه في أشخاص فعلاً ما بيكونوا جايين لحتى يشتغلوا، لأنه كل همهم بيكون هاد شو حكي، هديك شو قالت، هاد شو عمل، هاد مع مين راح. ولكن الصادم أنه في دراسات يبدو كانت عم تحاول أن تلاقي حلول لهذا الموضوع، وبالأخير توصلت أنه في فوائد للنميمة بالعمل، وخاصة بتكوين صداقات قوية. ما بعرف إذا هي من ناحية اختيارنا للصداقات الصحيحة، لهيك اليوم حبينا ندردش نحن وأنتم بهذا الموضوع من كل الجوانب السلبية وحتى الإيجابية إن وجد. كل هاي التفاصيل رح تخبرنا إياها ضيفتنا هيا قبيطري الاختصاصية بإدارة الموارد البشرية. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سعد صباحك. كنا عم نحكي نحن وأنت تحت الهواء إنه أي تجمع بشري بغيب فيه الليدر بيصير في اتصالات غير رسمية بينه وبين العنصر البشري الثاني. يعني طبيعي الناس بتحكي. بتذكر لما كنا نحن بالجامعة يطلع الدكتور شوي نصير نحكي مع زملائنا ونحكي على ناس تانية بالمدرسة بالجامعة بالبيت بالعيلة الوحدة، فما بالك ببيئة العمل. قديش متواجدة اليوم النميمة بمسماها نميمة ببيئة العمل؟ هلأ خلينا أول شيء نوضح مفهوم النميمة في مكان العمل. هو نوع من التواصل غير الرسمي بيتم عن تبادل معلومات أو مشاركة لحتى ممكن أفكار هي ممكن تكون غير صحيحة وشائعات كاذبة، إن كان بمكان العمل، إن كان عن الشخص أو عن الأشخاص الزملاء بمكان العمل، أو حتى عن قرارات إدارية ضمن بيئة العمل. وهذا الشيء عموماً بيؤدي لبيئة عمل سلبية ومليئة مليئة بالتشوش. هذا التشوش اللي هو ناتج عن هدول الأشخاص، عم نقول غياب القائد الليدر، ليش ما منقول إنه القائد هو مبسوط بهاي الحالة يلي هي موجودة ضمن الموظفين، لأنه أنا على دراية كافية وكاملة بكل المحيط من الموظفين، وأنا مبسوط بهالكم شخص اللي هن موجودين يلي عم ينقلوا لي أخبار كل الموجودين، صحيح أم لا؟ هلأ حقيقة في أنواع أو أنماط من الليدرز هن بيكون عندهم هذا الهوس، لكن هذا الشيء بيؤدي لبيئة عمل غير سليمة غير صحية. رح يكون عندي زيادة بالتوتر، قلق، عدم ثقة إن كان بين الأفراد أو إن كان حتى بين الأفراد والليدر، بالتالي حيصير في عندي انخفاض بالإنتاجية وانخفاض بفاعلية الأداء. فهذا الشيء نحن ما بنفضله بمكان العمل تماماً. يعني تعالي نوصف الشخص النمام، الموظف هاد اللي بنسميه العصفورة نحن، اللي بينقل حكي إن كان من الموظفين للإدارة وإن كان من موظف لموظف تاني، شو صفاته هذا الإنسان كموظف؟ حضرتك متخصصة بالموارد البشرية، كيف بتوصفيه سايكولوجياً ومهنياً؟ هلأ حقيقة أنا بقول أنه عن هذا الشخص هو شخص غير احترافي، اليوم عم بيحاول يشتت الانتباه من التركيز على الأهداف للتركيز على الأخبار الشخصية. هذا الناس أو هذا النوع من الأشخاص بنقدر نسميه هو النمام في مكان العمل. طيب إذا ما نحكي في حال صارت النميمة وصارت موجودة، نحن اليوم كيف نتصرف تجاهها؟ اليوم الموظف يلي عم يسمع عم ينحكى عنه، واليوم خلينا نقول الإدارة وقت اللي عم تسمع إنه في هذا التشويش، كيف لازم يكون التصرف؟ يعني ممكن أنا أجيب اليوم هي واجهة ويصير بيني وبينها تاتش، ولا أقول لا الله يسامحها، ولا لا يلا بتمرق معلش رح ساوي حالي ما سمعت، شو لازم نتصرف؟ هلأ حقيقة سؤالك كتير مهم. اليوم في عنا أنواع مختلفة من النميمة، لكن عموماً بتتواجه غالباً بنفس الأسلوب. بداية رح يكون في عنا من الإدارة أسلوب وبوليسي معينة للتعامل مع النميمة. هذا الشيء رح يؤدي إلو نحن ندير هاي النميمة بطريقة صحيحة لحتى هي تتحول من عملية سلبية لحتى نحن نوقفها عن حدها. دائماً أنا بنصح الشخص يلي هو عم بيواجه النميمة إنه يكون إيجابي، يكون هادئ، ما يواجه الأمور بانفعالية. بالعكس إنه
هو اليوم وقت رح يطلب الدعم والتواصل مع رفقاته أو إن كان مع الأشخاص المعنيين من الموارد البشرية ويخبرهم عن الحالة، هون نحن رح نكون عم نحطها ضمن الإطار السليم، ما نحن نواجهها بطريقة المحادثة أو طريقة المجابهة. بالعكس أنا بطلب من هذا الشخص إنه هو إن كيس ما نحن ما اتجهنا باتجاه الموارد البشرية، نحن ممكن نتواصل مع هذا الشخص اللي نحن عارفانين مين هو مصدر النميمة، نقعد معه نحكي بشفافية، نوضح إنه هذا الشيء ممكن يسبب لنا إزعاج، عدم احترام للخصوصية، وإنه نحن هون نحن لازم نوقف النميمة. تماما. هو بس يفهم الإنسان هذا المفهوم المطلق ببيئات العمل إنه أنا جاي أشتغل، ما دخلني فلان شو عمل، ما دخلني هذا زميل ما له صديق، أنا جاي 8 ساعات أبضيهم من خلالهم نص ساعة بريك، يعني عندي 7 ساعات ونص عمل. فأنا برأيي الشخصي إذا بتصلح لنا المفهوم إنه النمام ما له مشغول، عنده قصص كتيرة يحكيها، ما عم يسعى ليطور ذاته، عم يسعى ليحطم غيره، عم يسعى ليتقمص غيره أو يشوف شو أخبارهم وينقلهم من مكان للتاني. طيب في حال كانت الاتصالات غير الرسمية بين الموظفين إيجابية، إمتى بتكون إيجابية؟ إمتى بتكون النميمة أو الشائعة اللي بتنتشر بين بيئة العمل أو حتى الأخبار غير الرسمية إيجابية؟ حلو. هلأ صحيح صار في آخر فترة دراسات عم تحكي عن النميمة الإيجابية، لكن خلينا نقول نسميها هي النميمة الإيجابية الاجتماعية اللي هي بتكون عن تبادل المعلومات الإيجابية، الإنجازات، الأهداف اللي هو فعلاً ناوي يحققها ضمن السنة الجاية أو ضمن الخطة اللي حالياً هو عم يعملها. هي بتعزز العلاقات، بتطور الصداقات ضمن العمل، حتى بتأدي إنه اليوم بيخلي الشخص يفرغ عن طاقته إذا كان في شيء أفكار حابب يحكي فيها، بالإضافة بيعزز اليوم الصحة النفسية للموظفين. هذا اللي بنقدر نقول عليه النميمة الإيجابية. نعم نفرغ. تماما. طيب رح ننتقل لنقطة كتير مهمة. ممكن نتساءل إنه هذا الشخص النمام أو هذا الشخص اللي بيلحق القيل والقال وبيوصل الأخبار، إنه شو الأسباب اللي وصلت هذا الشخص ليكون بهي مطرح أو يكون محط أنظار إنه هو شخص نمام؟ يعني أنا اليوم شو بدي أقول عليه؟ شو بده ينحكى عليه؟ البيئة المحيطة اللي عاش فيها، تربية، تنشئة، الحياة الاجتماعية، كل هدول خلينا نوصفهم لحتى خليت هذا الشخص يكون نمام ويكون بهذا المكان. هلأ عموماً الشخص بتحول لشخص نمام وقتا بيكون في عندك ضعف إدارة لبخنيان نقول لأدائه لوظيفته، اليوم لطموحه ما عنده طموح، هو طموحه مثل ما حكيته سابقاً إنه هو ممكن يكون ما في له بالضبط، إنه ممكن هو لأنه ما عنده طموح فأنا بدي دمر الأشخاص اللي حوالي، بدي ضيع لهم تركيزهم، بدي خليهم يبعدوا عن مهامهم حتى يكونوا كلياتهم ضايعين ببيئة العمل. لا، نحن هون مثل ما قلنا الإدارة السليمة هي اللي رح تمنع وجود نمام بالعمل. تماماً. وما منعني بالإدارة السليمة هي الناظر اللي واقف فوق رأس الموظفين وماسك العصاية وممنوع تحكي وعود جلسة صحية وتكتفوا، لا، نحن بنحكي القيادة السليمة ببيئة العمل اللي بيصير فيها التيم فعلاً واحد، ويمكن لما ينحكى شيء على حدا من أفراده هنن بيدافعوا عنه بغيابه، ما بيسوقوا بالسيرة مثل ما منقول. طيب قديش التحزبات والشلالية ببيئة العمل سلبية كمان؟ يعني بتلاقي بشركة معينة قسم الإنتاج ضد قسم التوزيع، ضد قسم الماركتينج، ضد قسم العمليات، ضد قسم مثلا الاستقبال إلى آخره، إذا عم نحكي عن شركة معينة. طيب قديش الشلالية بتلعب دور سلبي بالنميمة كمان؟ هلأ كيف بدي اتصرف إذا شفت في شلالية ببيئة العمل؟ تمام. هلأ في حال كنا عنا مثل ما حكيت بأول جزء من الحديث عنا شلالية، ممكن يكون قسم المالية ضد قسم التسويق، ضد قسم الموارد البشرية. حقيقة أنا بقولك من خبرتي بالموارد البشرية، بتقول كل ضدكم انتوا هذا الشيء اللي يجمع المؤسسه كلها. تماما. هي النقطه الاساسيه، الموارد البشريه. ليك ضحكت، هي الثقافه القديمه ومش هلا مو الجديده. هلا حاليا حقيقه بقول لك انه بصير في نوع من المنافسه، خلينا نسميها نحن المنافسه الشريفه، قسم التسويق ضد قسم الماليه ضد قسم الموارد البشريه، قسم التسويق ليحقق الهدف الافضل ضمن البادجت المعينه اللي هو بيكون حاطط له اياها الماليه، ضمن الموارد اللي هو محدد له اياها الموارد البشريه، فخلينا نسميها هون منافسه شريفه. تمام. وليس هي نوع من النميمة، ليس شلالية، ليس هيك تحزبات انه نحن جايين على حرب ومعركة. تماما. هي بالعكس بهدف هلأ العمل. هلأ خلينا نقول نعتبر هي انه هي اخذتها من الناحية المعارك الشريفة للإنتاجية العالية لحتى يكون
يكون التقييم صحيح لهذا القسم؟ ما بعرف إذا في هيك موجود هيك شيء. طيب رح ننتقل لنقطة كتير مهمة اليوم، شو ما فينا نعطي نصايح للأشخاص يلي عم يتعرضوا للنميمة اليوم؟ أنا تعرضت للنميمة أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، والشخص المقابل ما عم يفهم أنه أنا عم بسكت لأنه أنا ما بدي شعب الموضوع، ما بدي كبر الموضوع، ما بدي وصل الموضوع لنقطة كتير صعبة ويكون ما في فيها رجعة أبداً. وهذا الشخص اللي هو نزل من عيني، أنا كيف لازم أتصرف معه ضمن بيئة العمل؟ أنا عم شوفه كل يوم، يعني أنا مو قدرانة أني أعمل شيء تاني، شو لازم أتصرف؟ هلأ كخطوة أولى نحن اليوم بدنا نتجنب تجنب كامل الدخول بهي الثرثرة وبهي النميمة، بالعكس تحويلها من ثرثرة سلبية إلى حديث إيجابي. بدي أحكي أكثر عن الإنجازات، بدي يكون نشط. أنا سابقاً بدي أمنع هذا الشيء حتى فعلياً ما نوصل لمرحلة. كيف بدي أمنعك؟ لأنه أنا سكتت مرة واثنين وثلاثة. بدي أوضح حدودي، بدي أوضح خصوصيتي. مواجهة صريحة ومباشرة؟ حقيقة ممكن نحن نوصل لمواجهة صريحة ومباشرة، وحقيقة احترافية بدها تكون. يعني ما بدها تكون هي عبارة عن حرب، لا، بدنا نكون قاعدين بقعدة رسمية بحديث واضح، وضح أنا النقاط اللي أنا فعلا حاسة بإزعاج منه. أطلب من هذا الشخص يتوقف عن هي النميمة، ومثل ما حكينا سابقا إن كيس كانت هذا الشيء عم بيؤدي لأذى على السمعة أو أذى على أي صعيد بالعمل، أنا ممكن أطلب مساعدة الموارد البشرية أو أي جهة قانونية مختصة بهذا الموضوع. تمام، ما ضل غير نتشكر كثير لوجودك معنا، ونتمنى هيك بيئات عمل سليمة ليست سامة، مليانة هيك دعم لبعضنا البعض، لأنه نحن مثل ما قالت نور عم نقضي 8-10 ساعات ببيئة العمل أكثر ما عم نقضيهم ببيتنا، فلذلك يعني تخيل نقضيها نحن وعلى مضض كمان. شكرا لوجودك، يسعد صباحك. يسعد صباحك.